إلى التفاصيل، أهلا بكم. تواصل دولة الإمارات دعم ميليشيا الانتقالي بالعتاد العسكري لتثبت انقلابها على الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، متجاهلة كل الدعوات الحكومية بإيقاف الدعم المالي والعسكري لتلك الميليشيا. وقالت مصادر عسكرية إن دفعة ثانية من التعزيزات العسكرية الإماراتية وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن لميليشيات الإمارات بعد أيام من وصول دفعة أولى من تلك التعزيزات مكونة من 30 عربة. وأضافت المصادر أن نحو 50 مدرعة عسكرية وصلت إلى مديرية البريقة غرب عدن على متن سفينة إماراتية قبل أن تتحرك صوب معسكر الحزام الأمني في منطقة بئر أحمد. وللمزيد أكثر ينضم معنا المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. أهلا بك سيد عبد الرقيب. إذا هناك تعزيزات وصلت أو تعزيزات إماراتية وصلت من جهة، ومن جهة أخرى الرياض تدعو للحوار، ماذا يعني ذلك؟ نعم مروة، ما يجري أو ما يحصل على الأرض الآن يؤكد أن الإمارات ذاهبة نحو تثبيت الانقلاب على الأرض، وفي وقت تتحرك عبر المجلس الانتقالي لتثبيته سياسيا وقانونيا عبر الحوار في جدة. إذا وصول هذه التعزيزات العسكرية اليوم إلى عدن، قيام هذه الميليشيات بعمل الخنادق والسافرات الترابية على تقوم عدن، يؤكد أنها يعني ما يسمى بالحوار في جدة هو تكملة لهذا الانقلاب، ولا يوجد لا توجد نية لدى الإمارات تحديدا في إعادة الأمور إلى نصابها، في إنهاء الانقلاب، في يعني عودة الحكومة الشرعية، في استعادة العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية. أي لقاء أو أي خطوات في جدة قد توافق عليها الحكومة الشرعية ما لم تتضمن قبل أي حوار أولا انسحاب القوات ميليشيات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي الإماراتية من المرافق الحكومية والمعسكرات التي استولوا عليها، ثانيا إعادة السلاح والعتاد الذي جرى نهبه من معسكرات الحرس الرئاسي، ثالثا إدماج المكونات أو الأذرع الأمنية والعسكرية في مؤسستي الجيش والأمن، رابعا أن تكف الإمارات العربية المتحدة عن عرفها وتدخلاتها وضربها للحكومة الشرعية في عدن وباقي المحافظات. هذه الخطوات الأربع هي ملحة وأساسية قبل أي حوار أو قبل أي تفاهمات مع هذا الانقلاب الذي تسعى إليه الإمارات. تتوسع على الأرض وتثبته على الأرض بهذه المدرعات وبهذا السلاح وبهذا الانتشار، وتحاول أن تسيجه بهذا الاتفاق السياسي أو القانوني. نعم. في جدة. نعم سيد عبد الرقيب، منذ قليل ذكرت بأن هناك حشود عسكرية وحفر خنادق على مداخل عدن، وبمعنى أن هناك تحشيد للمجلس الانتقالي من جهة، والقوات الحكومية تعزز وجودها وتعزز قوتها في شقرة. هل هذا يعني بأننا سنشهد تصعيدا في الأيام القادمة؟ ما تسعى إليه الإمارات وهي تعلم علم اليقين أن موافقة الحكومة الشرعية على الحوار بما يعني تسليم عدن للانقلابيين وللإماراتيين تحديدا، بالتالي نهاية الحكومة الشرعية. الحوار اليوم بالواقع الموجود المعوج الآن يعني نهاية الحكومة الشرعية إلى الأبد وعدم تمكنها من العودة إلى العاصمة المؤقتة. الإمارات تعلم أنها ذاهبة نحو طريق غير صحيح غير سليم، معوج ينتقص من الحكومة اليمنية ومن الشرعية التي يمثلها الرئيس عبد الرب منصور هادي، ولذلك حشدت القوات على تقوم صنعاء، على تقوم عدن، وعملت الخنادق والسواتر الترابية، وجاءت بالمدرعات لتعزيز موقفها
بأنها تعلم أن الجيش الوطني قريب في مدينة شقرة شرقا، وسبق أن كسر هذه الأدوات وهذه الأذرع الإماراتية في شبوة وفي أبين، وبالتالي اليوم هي تبحث عن مزيد من الوقت حتى تتمكن من ترسيخ أقدامها في عدن. هذا الاتفاق الذي تسعى إليه الإمارات بتمكين حلفائها أو أذرعها في عدن لن يؤدي إلى سلام وإلى أمان وإلى استقرار وإلى حل، بل سيقودنا إلى مشكلة أكبر، وهي صناعة ميليشيا خارجة عن الدولة قوية في عدن مقابل ميليشيا أخرى موجودة في صنعاء اليوم تقطف العمق السعودي. على المملكة العربية السعودية أن تبادر، هي المعنية اليوم بالسلام والأمان والاستقرار في هذه المنطقة. الإمارات داخلة في الربح خارجة من الخسارة، حدودها بعيد، وبالتالي على المملكة العربية السعودية أن لا تسمح بهذه التراكمات التي تفرزها الإمارات حتى قد تتحول مع الأيام ومع الزمن إلى أمور يصعب حلحلتها، والمتضرر الوحيد هي اليمن والمملكة العربية السعودية. نعم سيد عبد الرقيب، كيف لنا أن نفهم أن زعيم التحالف ألا وهي السعودية تدعو لحوار بين الحكومة والمجلس الانتقالي في جدة، كيف تتحول السعودية إلى دور الوسيط؟ يعني دعونا نحسن الظن ونقول أن المملكة العربية السعودية تقف اليوم بين أزمتين، أزمة تحالفها مع الإمارات وهي ترقب أخطائها الكارثية والاستراتيجية التي تهدد أمنها، وبين المحافظة على هذه العلاقة مع الإمارات لأنها علاقة تتجاوز اليمن إلى دول عربية أخرى. هي تحاول أن تفكك هذا اللغم الذي صنعته الإمارات عبر هذه الميليشيات بطريقة يعني معينة، تجمع المجلس الانتقالي والميليشيات إلى جدة وتحاول أن تخرج من هذه الورطة ومن هذه الأزمة وتفكيك هذه القنبلة الموجودة في عدن. قد تسعى إلى إقناع المجلس الانتقالي إلى عودة الحكومة الشرعية إلى إقناعه أن يندمج في إطار مؤسسي الجيش والأمن، ولكن لتعلم المملكة العربية السعودية أن الإمارات داعية نحو التخريب والتدمير. هي خسرت خلال 4 سنوات ميليشيات وسلاح وعتاد، وخسرت شبوة ولن تقبل اليوم بخسارة سهلة في عدن وتخرج من المورد بلا حمص. نعم نشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني.